السلام عليكم. أحيانا تشعر وكأنك أسوأ الناس حظا في العالم حين يصطدم إصبع قدمك الصغير بشيء أو تفقد هاتفك أو أسوأ من ذلك، لكن ماذا عن الأيام التي تكون فيها محظوظا جدا؟ يبدو أننا لا نتذكر هذه الأيام أبدا، أليس كذلك؟ لذلك اليوم سوف نعرض لكم أشخاصا والذين كانوا محظوظين جدا لدرجة لا تصدق. ابقوا معنا. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. المنزل الإيطالي. عندما قررت أحد العائلات امتلاك منزل ريفي في شمال إيطاليا، لم تكن تتوقع حدوث أي شيء غير عادي. بينما كانوا يقضون يوما هادئا في منزلهم، لم يكن لديهم أي فكرة عن صخور ضخمة تتدحرج من أعلى الجبل مباشرة نحو منزلهم. ولحسن الحظ، الصخرة بالكاد لمست المنزل، لكنها دمرت حظيرتهم وتوقفت في مزرعة المنزل. لكن هذا لم يكن نهاية حظ العائلة، فلقد تدحرجت صخرة أخرى من أعلى الجبل، لكنها توقفت قبل المنزل بقليل، ولم يصب أي أحد في المنزل بسوء. الهدف. لهذا السبب لا تحتفل أبداً بهدف أحرزته مبكراً، في أمر كبير لخسارة فريقه المباراة على حسب اعتقاده. بينما ركض حارس مرمى الفريق المنافس نحو فريقه للاحتفال، لكن لسوء حظه ارتدت الكرة مرة أخرى بعد أن اصطدمت بالأرض وعادت للمرمى. ولكن بالرغم من هذا كان سوء حظ لا يصدق للحارس، وكان على حظ جيد بدرجة كبيرة للاعب. سقوط حر. بينما كانت الطالبة الألمانية البالغة من العمر 17 عاما جوليان كوبيكي كانت مسافرة جوا مع عائلتها، ضربت الطائرة البرق أثناء عاصفة مما أدى إلى تحطم الطائرة، لتسقط الطالبة التي كانت ما زالت عالقة في مقعدها إلى الأرض. وبطريقة ما نجت الفتاة من الموت، وأصيبت فقط بكسر في الترقوة وجرح في ذراعها الأيمن وتورم في عينها اليمنى. لكنها ظلت لمدة 9 أيام في غابات البيرو المطرة حتى عثر عليها. هاريسون أوجيغابا أوكيني. هاريسون هو طاهي نيجيري عثر عليه الغواصون في كيس هوائي في زورق غارق في قاع المحيط الأطلسي بعد 3 أيام. بينما كان يبحث الغواصون عن جثث الضحايا عثر عليه. وضعوه الغواصين في ماء دافئ كي يدفئوه، ثم قاموا بسحبه إلى السطح. لكن الشيء الأكثر إذهالا هو بقاء هاريسون صامدا لمدة 3 أيام في هذا المكان. إدوين آي ريبنسون. هل تعلم أن احتمال أن يصعق البرق 1 من 12 ألف؟ ومع ذلك إدوين ريبنسون البالغ من العمر 62 عاما وهو أعمى وأصم كذلك، كان يتجول حول منزله حين صعقه البرق مما أفقده الوعي لمدة 20 دقيقة. بعدها عاد إلى منزله، لكن حظه لم ينتهي عند النجاة من هذا. فعندما استيقظ من نومه اكتشف أنه يستطيع الرؤية والسماع مرة أخرى، ووفقا لطبيبه أنه من المحتمل أن يكون نجا من الصعق بفضل الحذاء المطاطي الذي كان يرتديه. يا الله، سبحان الله. مارتن ديد جونجيك. إذا كنت تخطط للسفر في رحلة جوية فمن الأفضل أن تستبدلها برحلة بحرية إذا لم تكن في مثل حظ هذا الرجل. الدراج المشهور مارتن ديد جونجيك قرر في اللحظة الأخيرة إلغاء رحلتي الطيران كان مخطط لهما في اللحظات الأخيرة، ويبدو أنه محظوظ جدا لأن الطائرة الأولى سقطت والثانية فقدت في المحيط. سوتومو ياماغوتشي. البعض يطلق على هذا حظا والآخر يطلق عليه شعوذة. ففي أثناء الحرب العالمية الثانية كان سوتومو موظف لدى شركة ميتسوبيشي والتي كانت تكلفه بالسفر إلى جميع أنحاء البلاد. بينما كان في رحلة إلى هيروشيما عام 1945 عندما ألقيت عليها أول قنبلة نووية، لكنه نجا بطريقة مذهلة وعاد بسرعة إلى عائلته ومنزله في نكساكي. وفي اليوم التالي لعودته ألقيت القنبلة النووية الثانية على نكساكي، وبمعجزة نجا مرة أخرى سوتومو من القنبلة الثانية. بيل مورغان. في عام 1999 تعرض مورغان لحادث سيارة مروع ما أدى إلى توقف قلبه، وأعلنت وفاته إكلينيكيا لمدة 14 دقيقة حتى تمكن الأطباء من إنعاش قلبه. ومع ذلك ظل مورغان في غيبوبة لمدة 12 يوما وقد أوصى الأطباء بفصل أجهزة الإنعاش، لكن من حسن حظه عائلته لم تفعل ذلك لأنه استيقظ من الغيبوبة بصحة جيدة. وبعد ذلك تغيرت حياته وقرر ترك عمله كسائق شاحنة وطلب الزواج من صديقته، واستمر حظه في الصعود. فبعد شرائه ورقة يا نصيب ربح سيارة تقدر ب 17 ألف دولار استرالي.
لكن هذا ليس كل شيء، فلقد قررت محطة تلفزيونية محلية عمل تقرير عن قصته، وطلبت منه تمثيل المشهد الذي كان يخدش فيه البطاقة التي ربح منها سيارة. لكن فريق عمل القناة كان يجهز مفاجأة له، حيث ربح مورغان من هذه البطاقة 250,000 دولار. رجل ينجو من قطار وشاحنة. بينما كان يقف هذا العامل على معبر القطار، على الأرجح كان يعتقد أنه في أمان، لكنه لم يكن يعلم أن سائق الشاحنة تلك قرر عبور مسار القطار بينما القطار قادم، واصطدم القطار بالشاحنة دافعا إياها مباشرة في اتجاه الرجل. لكن لحسن حظها ارتفعت الشاحنة في الهواء قليلا لتتخطى الرجل لينجو بإعجوبة بإصابات بسيطة. فرايدي سيلك. فرايدي سيلك معروف كأكثر شخص محظوظ وغير محظوظ في العالم، لأنه نجا من الموت ليس مرة ولا اثنان، لكن 7 مرات. في عام 1962، بينما كان يسافر على متن قطار، انحرف القطار عن مساره وسقط في نهر متجمد، وخرج فرايدي من الحادث بكسر في الذراع فقط، بينما توفي 17 مسافر غرقا. ثم بعد عام واحد، عام 1963، نجا مرة أخرى من الموت عندما سقطت الطائرة التي كان يستقلها، حيث سقط بأعجوبة بعيدا من الطائرة على كومة من القش بدون إصابات، بينما تحطمت الطائرة وقتلت 19 شخصا على متنها. وبعد 3 سنوات من هذه الحادثة، سقطت الشاحنة التي كان يستقلها في النهر وغرق 4 ركاب، بينما نجا فرايدي مصابا ببعض الخدوش والجروح. وبعد ذلك بعامين، بينما كان يدرب ابنه على استخدام السلاح، انطلقت رصاصة وأصابته في خصيتيه، ومع ذلك نجا من هذا أيضا وعاش. وفي عامي 1970 و1973 تعرضت سيارته لحادثين احترق فيهم المحرك، ومع ذلك نجح في الخروج سالما. وفي عام 1995 صدمته حافلة، ومع ذلك نجا ببعض الجروح الصغيرة. وبعد ذلك بعامين استطاع تفادي الاصطدام بشاحنة على الطريق الجبلي، واصطدم بالدرابزين، وسقطت السيارة من على ارتفاع 300 قدم، بينما نجا فرايدي مرة أخرى حين قفز من السيارة وتعلق بشجرة. وقمة حظه كانت في عام 2003، حينما ربح فرايدي سيلك 1,000,000 دولار من اليانصيب الكرواتي الوطني بعد أن بلغ عامه 73 بيومين. والله شكل الأمة الإسلامية كلها بتدعي له. شكرا للمتابعة.